حبيبي جريد 5 فيرست ترم 2021 احنا بدأنا في السيتس وتعرفنا على ان السيت هتاخد حاجة اسمها بريسز بالشكل ده وجوه هنا بنكتب نمبر زي 2 ما نقولش عليه نمبر بنقول عليه element ولما بنيجي نكتب السكند element او other element نعمل كومة وكمان قلنا ما ينفعش هنا اكتب 2 هي once just once بنكتبه مرة واحدة وقلنا كمان ان مش فرقة لو قلت 2 3 او 3 2 دي اول حاجة تعلمناها وتعلمنا كمان ان احنا خدنا السيمبول belong ولو قطعناه doesn't belong وتعلمنا subset وتعلمنا not subset وقلنا الحلوين دول لما لقي 3 لوحدها element والحلوين دول لما نلاقي البريسز بتاعتي بتوع الست ده اللي احنا اخر حاجة ختمنا بيها المرة دي يا مستر انا مش هدي لك الست بالشكل ده امال هتعمل ايه قال لي هعمل حاجة اسمها فين دياجرام اسمها فين دياجرام فاحنا قلنا فين دياجرام فين ده النيم بتاع الراجل اللي فكر في الدياجرام الراجل ده قال ايه قال يا عم مش انت بتعمل لي كيرلي بريسز لا انا ممكن اعمل سيركل ممكن اعمل ريكتانجل ممكن اعمل سكوير طب وجوه اخد الاليمنت جوه اهو مثلا فدي قلنا عليها دياجرام يعني اشكال وعشان هو اللي فكر فيها فانتسبت لي ففين دياجرام ادي اول حاجة طب انت عاوز ايه قال لي لو سمحت لما ادي لك سيركل مثلا وادي لك الاليمنت بالشكل ده اول حاجة حبيبي تعملها ان انت لو انا اديتك السيركل دي سميتها فوق هنا اكس حضرتك تروح جاي اول حاجة تقول لي اكس وتكتب لي الاليمنت اوف اكس اقول له استنى علشان ما اتلخبطش بمسك القلم بتاعي وامشي على البوردر على حدود الست واشوف من ساكن فيها 1 2 3 اروح جاي اعمل اول حاجة الايه البريسز وجوه ادي 1 كوما 2 كوما 3 كتبت الاليمنت بتاعتها يبقى انا لو انا اديتك الدياجرام تروح ناقلهولي بالشكل ده ادي اول حاجة عايز اعلمها لك بس يا مستر هو هيديني حاجة بسيطة كده لا اكيد هيحب يهزر تعالوا نشوف هزاره حبايبي من هنا ورايح لو لقيت فين بالشكل دوت وانا طلبت منك بعد كده اي حاجة قبل ما تشتغل السيمبول دول اللي احنا هنتعرف عليهم دلوقتي لو سمحت لو عايز تحل صح وما تغلطش كل ست من دول هاتلي الاليمنت بتاعها تعالوا نشوف مع بعض اكس هتعلم اول حاجة البريسز بتوعها وامسك ايدي بالقلم وامشي على السيركل بتاعتها واشوف مين الاليمنت اللي موجودين في اكس بص يا مستر بالراحة واسمع 4 6 3 1 اكتب طب اكتب بترتيب لا حبيبي انت حر يبقى 4 1 6 3 واقفل البريسز بس بنفس الطريقة عايز الواي امسك القلم دي واي كل دول في الواي مش فاهم طب اخد التو ايوه حبيبي ما هو جواها يا مستر دي التو بتاع الزد برضه خدها يبقى دي البريسز هاخد التو واخد الوان واخد الفايف اخد الفور يا حبيبي جواها يا مستر دي مع الاكس بس برضه مع الواي واخد السكس ايوه يا مستر لسه اخر حاجه الزد ادي الاوضه بتاعتها ما عندهاش غير وان اليمنت بالراحه اتعلم انك لو طلعت دول صح كل الدروس اللي جايه هتحلها صح تعالوا كده بقى نتعرف على فكره تانية واحده واحده علشان نتعلم صح بص معايا لو سمحت المفروض لما ادي لك فين دياجرام خرجنا كل ست لوحدها بالاليمنت بعد كده انا ممكن اربطها بالدرس اللي فات بلونج نوت بلونج سبست نوت سبست اتعلم ازاي تفرق لما ادي لك 3 انت اليمنت لكن لو كتبت هنا زد او اكس زد او اكس يبقى اقصد بيهم ايه
الزد هنعتبر مش هنعتبرها ده هي الست. فلما ادي لك الزد تعالى لو سمحت خد الزد الاليمنت بتاعتها واكتبها تحتها عشان ما تغلطش. قلت لك اكس اروح جاي اخد الاليمنت بتوع الاكس واكتبها. طب يا مستر مش عايز اكتب، هقول لك على طريقه خلي دي 7 عشان ما يبقاش عندي 2 زي بعض. هقول لك على طريقه علشان ما تغلطش. ايه هي؟ ان انا بلعب مع الزد والاكس، حط ايدك كده وكده، فالزد بقت 6، وطالما 6 هكنسل اجابتين، يا سبست يا نوت سبست، زد واكس، انت 6 وانت 6، انت 6 يبقى يا سبست يا نوت سبست. اسال السؤال الثاني، ال2 اكزيست ولا نوت اكزيست؟ التو موجودة ولا مش موجودة؟ شكرا يا مستر، يبقى نطصة. ادي طريقة الحل بالراحة. تعال بقى للثري. ثري ادي الاكس ايدي هنا، اسأل نفسي هل الثري موجودة؟ اه. طب ينفع اقول سبست؟ لا لا. ليه؟ عشان انت element. طب اختار مين؟ شكرا. ادي يا بابا طريقة التفكير في السؤال. يلا عايزين نتعلم حاجة مهمة. لما ادي لك حاجة بالشكل ده، ده نمبر. اه يا مستر بس احنا في الست نقول element. element ليه؟ عشان معهوش البريسز، يبقى ده element. اتفقنا لما يبقى element حضرتك يا اما belong يا doesn't belong. لكن لما ادي لك letter زي ده او x y z، ده set. لما يبقى ده كده تفتكر حضرتك الاتنين دول بس. تعال بقى نمشي واحدة واحدة عشان ما نضيعش وقت. يبقى الثري هنا في اكس، اروح طالع ادور عليها، يا ترى موجودة؟ اه. يبقى بيلونج. امنع الكلام واسمع. دي زد، فاحنا اتفقنا يا سبست يا نوت سبست. زد مع واي، يبقى ايد مع الزد وايد مع الواي. اسأل زد عشان هي اللي موجودة في الاول، عندك تو، يا تو انت موجودة هنا؟ اه. يبقى سبست. طب تاني يا مستر، مديني 5، ده element 5 ودي زد. اسال يا 5 انت موجوده في الزد؟ لا. يبقى doesn't belong. هنا واي هنا زد الاثنين ست، يبقى يا سبست يا نوت سبست. ايدي على الواي عشان هي اللي في الاول، امسك each element كل element، يا 4 انت موجوده؟ لا. لا يبقى ما تكملش، تبقى نوت سبست. طب تعالى كده نشوف اخر جملة ونشوف كده مع بعض هنحلها ازاي وبالراحة. الراجل ده مديني ست تو وثري. انت بص قلت يا مستر ست، يبقى يا سبست يا نوت سبست. هنا زد بمنتهى البساطة اطلع كده على الزد اهي، سوري. التو موجودة؟ اه. طب الثري موجودة؟ لا. يبقى لو لقيت وان element مش موجود على طول يبقى نوت سبست. وحاول ان كل مسألة بشرحها لك توقف، حاول تحل لوحدك وبعدين ترجع تشوف يا ترى انت حليت صح ولا لا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.